طيران مجهول مدري معلوم ومغلسين يطب ويطلع ويقصف وينتف بمقرات عسكرية عراقية تابعة رسميا للدولة. نعم مقرات الحشد الشعبي اللي تم استهدافها بآمرلي وديالة وبغداد وآخرها قاعدة بلد، كلها مقرات تابعة للحشد الشعبي وهو مؤسسة عسكرية رسمية. يعني لما يطلع أبو مهدي المهندس أو قيس الخزعلي أو عمار الحكيم أو غيرهم ويقولون هذا اعتداء على سيادة الدولة، فسواء اختلفنا أو ما اختلفنا وياهم، لكن نعم هذا اعتداء على مؤسسة عسكرية رسمية تابعة للدولة. هنا المسألة مسألة بلد تنتهك سيادته بوضح النهار. طبعا أكيد هيجي موضوع القادة السياسيين بهذا الطرف أو ذاك ما راح يعبروه بدون ما يوظفوا توظيف يخدم مصالحهم السياسية والجماهيرية. بس هنا نتساءل عن مفصل مهم من مفاصل المؤسسة العسكرية العراقية، منظومة الدفاع الجوي. أولا هاي المنظومة ما تزال غير كفوءة لمواجهة أي عدوان من قبل السلاح الجوي لجيوش مثل أمريكا أو إسرائيل. وإذا جينا على منظومات الدفاع الجوي مثل الأس 400 الروسية المتطورة أو الباتريوت الأمريكية، فراح نشوف أن هناك دول بالمنطقة اشترتها ودخلتها بالخدمة مثل السعودية وتركيا. بس طبعا لما أمريكا أو روسيا ينطون منظومة دفاع جوي لدولة عربية معينة، فخلي بالك أنه هاي مو كاملة المواصفات. ليش؟ لأن أمن إسرائيل بالمنطقة رقم واحد بالنسبة لأمريكا أو روسيا. فمثلا الباتريوت موجودة بالسعودية إيه، بس الحوثيين مستلميهم ربعتين بصواريخ السكود. الأس 400 موجودة بتركيا بس تقنياتها ما راح تكون موجودة 100%. طيب العراق بشنو راح يدافع عن سماءه؟ نجيب برنا ومال منقاش نوقع بها طيارات يعني؟ بيان أبو مهدي المهندس يوم أمس يقول ليس لدينا أي خيار سوى الدفاع عن النفس وعن مقراتنا بأسلحتنا الموجودة حاليا واستخدام أسلحة أكثر تطورا. وربما واحدة من الأسلحة اللي ممكن تستخدم هي الاستعانة بالدفاعات الجوية الإيرانية لحماية معسكرات الحشد من أي عدوان قادم من خلال دفع البرلمان لإصدار قرار أو تشريع يسمح بهذا الشيء. لكن إذا صارت فعلا فمعناها العراق رسميا اصطف مع إيران بصراعها الحالي مع أمريكا. رئيس هيئة الحشد فالح الفياض كان أكثر تأنيا وقرأ الموضوع بنظر بعد أكثر، وكان بيانه متوازن جدا لأن يدري الموضوع مو أمريكا وإيران بس، الموضوع أنه أكو طرف ثالث يحاول يورط أمريكا بحرب بالمنطقة، ولذلك البنتاغون والرئاسة الأمريكية مباشرة نفوا أي صلة لهم بقصف قاعدة بلد اللي أصلا بها مستشارين أمريكان ومعدات أمريكية. والواضح أنه أطراف الصراع الرئيسيين مصرين تماما على جعل العراق ميدان لصراعهم.